أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد للصف الأول الثانوي الأدبي. معكم أنا المدرسة فاطمة شداد. اهتم الإنسان منذ القدم بمكانه الجغرافي، رسم حدوده وأخذ يبني عمرانه وحضارته فيه، ممارسا أنشطته الاقتصادية ويسعى إلى تطويره تحقيقا لحاجاته المتجددة. وعلى الرغم من تعدد العلوم واختلاف التخصصات فيها، بقيت الجغرافيا من أهم العلوم التي ركزت أكثر على دراسة المكان والإنسان. وبما أن أي معالم لأي مكان ما هي تضافر جهود الطبيعة والإنسان، لذا قسمت الجغرافيا إلى عدة فروع. دعونا نتعرف اليوم على فروع الجغرافيا من خلال الجولات التالية. اليوم سنقوم بالجولة الأولى، وهي عنوان درسي لهذا اليوم، جولة جغرافية واحد. في الجولة الجغرافية الأولى لدينا الصورة التالية. الصورة التالية وهي تظهر الطبيعة بتضاريسها ونباتاتها. هذا الفرع من فروع الجغرافيا يدعى يا أصدقائي جغرافيا الجغرافيا الطبيعية. أما في الصورة التالية فلدينا مجموعة من البشر. هذا الفرع من الجغرافيا يدعى بالجغرافيا البشرية، وتحديدا جغرافيا السكان، حيث تدرس الجغرافيا البشرية مجموعة فروع أيضا، جغرافيا الاقتصاد والجغرافيا السياسية وجغرافيا السكان وغيرها. اليوم سوف نختص في الجولة الأولى بجغرافيا السكان، حيث تدرس الجغرافيا السكانية التركيب النوعي للإنسان من ذكر وأنثى، لكل منهم مهاراته وقدرته العملية وأهميته في المجتمع. وأيضا تدرس الجغرافيا السكانية التركيب العمري للإنسان، حيث قسمته إلى عدة فئات، صغار السن والشباب وكبار السن. صغار السن والكهول وهم الفئة المستهلكة، حيث أن صغار السن هم من أعمارهم أدنى من 15 عاما، وكبار السن من أعمارهم أكثر من 65 عاما، بينما الشباب متوسطي السن وهم الفئة المنتجة أعمارهم ما بين 15 و65 عاما. تدرس الجغرافيا السكانية أيضا التركيب الاقتصادي، وهو المجال الذي يعمل به الإنسان أو يقوم به الإنسان. والمجالات الاقتصادية التي يقوم بها الإنسان هي الزراعة والصناعة والخدمات من تجارة ومواصلات واتصالات وغيرها. اليوم سوف نقوم بجولة إلى عدة مناطق في العالم لنرى ما هي أهمية الإنسان في تطوير هذه المنطقة تبعا للبيئة والظروف الموجودة في هذه المنطقة. المنطقة الأولى هي منطقة سكنية ذات تربة خصبة ومياه وفيرة من الداخل السوري. أبرز محاصيلها الزراعية هي القمح والقطن والخضار. ولدينا بيانات إحصائية حول هذه المنطقة، فالتركيب العمري لسكانها قسم إلى ثلاثة فئات، حيث أن الفئة العمرية لصغار السن ما بين عام أو أقل من عام إلى 15 عاما 2000 شخص، والفئة العمرية للشباب ما بين 15 و65 عاما 2900 شخص، والفئة العمرية التي فوق ال 65 عاما فئة الكبار السن عددهم يقارب 250 عاما، والعمر الوسطي للسكان في هذه المنطقة 65 عاما. أما الحالة التعليمية لهذه المنطقة، التعليم طبعا لدينا ثلاثة فئات تعليمية، أساسي وثانوي وجامعي. التعليم الأساسي نسبة السكان الذين يعملون في أو يتعلمون التعليم الأساسي هم 60%، والثانوي هم 20%، أيضا أما الجامعي فهما يقارب 7%. التسرب الدراسي في هذه المنطقة كبير جدا، يعني ما يقارب 10%. طبعا هذه الإحصائيات قمنا بجمعها من المكتب الإحصائي للسكان، طبعا تفيدنا في التخطيط إلى تنمية وازدهار هذه المنطقة. دعونا نرى من خلال هذه البيانات كيف يمكن أن نجيب على الأسئلة التالية ونطور هذه المنطقة. السؤال الأول، ألاحظ ارتفاع نسبة التسرب المدرسي، يا ترى ما هي سبب ارتفاع نسبة التسرب المدرسي في هذه المنطقة حسب البيانات التي كنا قد استعرضناها قبل قليل؟ إذن ما السبب برأيك؟ كل منطقة زراعية وفيها محاصيل زراعية، العمل في الأراضي الزراعية أتوقع هو
السبب الرئيسي، حيث أن العمل في الأراضي الزراعية يتطلب عدد سكان أو عدد أيدي عاملة كثيرة، لذلك يتسربون من المدرسة ليعملون في الزراعة. السؤال التالي، اقترح حلا لخفض نسبة التسرب. إذا ما هي الحلول المقترحة أعزائي الطلاب لخفض نسبة التسرب من المدرسة؟ إذا لدينا مجموعة حلول، دعونا نرى. مثلا إقامة دورات وندوات توعية للأهل والأولاد حول أهمية التعليم، هي واحدة، وما يعكسه من تطور للقطاعات الاقتصادية بما فيها الزراعة. إذا كلما تطور الإنسان بالعلم يطور الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها، وطالما الزراعة هي النشاط الأكثر أهمية في البلدة فالعلم يطور هذا النشاط. وأخيرا وضع قوانين صارمة لمنع التسرب المدرسي. أيضا لدينا بيانات جديدة في هذه المنطقة، هي بيانات عن المنشآت الموجودة في المنطقة. المنشآت الموجودة مؤسسة حكومية فقط، لدينا مؤسسة واحدة، مدرسة ابتدائية واحدة وأيضا إعدادية واحدة وثانوية واحدة، لدينا مخبز آلي واحد ونقطة طبية واحدة أيضا. السؤال، أتبين ما هي أهم الأنشطة الاقتصادية الموجودة في هذه المنطقة أو ما هو أهم نشاط؟ أهم نشاط في المنطقة هو نشاط الزراعة. طب لماذا برأيك يا طالبي؟ إذا لأنها تربة ذات خصبة، لأنها منطقة ذات تربة خصبة وأيضا مياه وفيرة. الآن قررت هيئة تخطيط الدولة ترشيح منشأة اقتصادية لهذه المنطقة من المنشآت الآتية. إذا لدينا مجموعة منشآت، ما هي التي سوف نقوم بترشيحها لإقامتها مجددا في هذه المنطقة؟ هل يا ترى طحن حبوب؟ أم حديقة عامة؟ أم معمل لغزل؟ أم جامعة؟ أساعد أعضاء الهيئة في اختيار المنشأة الأهم لهذه المنطقة، المنشأة التي اخترتها ولماذا؟ إذن نحن اخترنا اليوم معمل غزل، ذلك لتوفر القطن في المنطقة، إذن لذلك معمل غزل هو أكثر مجديا لهذه المنطقة. سؤال تالي، اقترح منشأة أخرى غير التي اقترحتها الدولة أو الهيئة وبين سبب اقتراحك. إذا نحن اقترحنا معمل غزل أو الدولة اقترحت معمل غزل، ما هو منشأة جديدة لتطوير هذه المنطقة؟ ربما نقوم باقتراح معمل نسج للقطن، بعد غزله ننسجه للقطن وبالتالي يباع بسعر أكبر أو سعر أعلى ويؤمن مردود مادي أكبر للمنطقة، وبالتالي يوفر خدمات أكثر لهذه المنطقة. الآن المنطقة الثانية، هي منطقة موجودة في وسط سوريا، بياناتها السكانية كالتالي، تقريبا هي نفس بيانات المنطقة الأولى من ناحية السكانية، ولكن اليوم تختلف بالمنشأة الموجودة في هذه المنطقة، حيث المنشأة الموجودة لدينا المخبز عدد أو رقم 2، معمل أدوية هنا في هذه المنطقة، وأيضا هنا يوجد معمل إسمنت، ويوجد تجمع لمدارس المرحلة، أو بالأحرى لا يوجد تجمع للمدارس، وهناك مستوصف، وهناك مؤسستين حكوميتين في هذه المنطقة، طبعا مع نفس عدد السكان ونفس التقسيم الموجود في هذه المنطقة السكانية الموجودة في المنطقة الأولى. وأيضا لدينا بيانات أخرى نبين فيها التوزع النسبي للقوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية. الأنشطة الاقتصادية الموجودة في المنطقة، الصناعة يعمل بها 40% من السكان، والتجارة يعمل بها 15% من السكان، أما الخدمات يعمل بها 35% من السكان، وهناك مهن متفرقة يعمل بها ما يقارب 10% من عدد السكان. السؤال الآن، أساعد الهيئة في اختيار أكثر المنشآت مناسبة لتنمية هذه المنطقة، هل يا ترى هي حديقة عامة أم مدينة ملاهي أم مستشفى أم معمل؟ وما هي المنشأة التي اخترتها ولماذا اخترتها؟ نحن هنا اخترنا معمل لأن نسبة العاملين في الصناعة كبير ولا يوجد سوى معملين في المنطقة، إذا لذلك سوف نزيد من عدد المعامل في المنطقة. اقترح منشأة أخرى لتنمية هذه المنطقة وبين سبب اقتراحك. في المنطقة تفتقد إلى تجمع مدارس، لذلك سوف نقوم ببناء المدارس لجميع المراحل، ذلك لعدم تواجدها في هذه المنطقة، ولا بد من نشر العلم وتطويره فيها، ولأهمية العلم في تطوير الإنسان وتطوير كافة النشاطات الاقتصادية في المنطقة. المنطقة الثالثة
هي منطقة جبلة على البحر المتوسط، تتميز بمناخها المعتدل وجمال طبيعتها. أهم المزروعات الموجودة فيها هي الأشجار المثمرة. أما التركيب السكاني فتماما يشابه المنطقة الأولى والثانية، نفس التركيب السكاني، ولكن هنا تختلف الحالة التعليمية. ففي التعليم الأساسي ما يقارب 25% من السكان في هذه المرحلة، وفي التعليم الثانوي 40% من السكان في هذه المرحلة، وفي المعاهد والجامعات ما يقارب 30% من السكان في هذه المرحلة. أيضا هناك ماجستير ودكتوراه تقريبا 50% من السكان في هذه المرحلة. ألاحظ أن العمر الوسطي للسكان هو 65 سنة، والتسرب المدرسي طبعا قليل جدا، فقط 1%. من قراءتك للبيانات التالية أو السابقة للحالة التعليمية، ماذا تستنتج؟ إذن استنتج تطور المستوى العلمي في المنطقة. أيضا في المنطقة منشآت اقتصادية، فيوجد لدينا مؤسسة حكومية، وأيضا يوجد لدينا مخبز واحد ومستوصف واحد. السؤال: ساعد هيئة التخطيط في اختيار المنشآت الأهم لهذه المنطقة. طبعا هنا لدينا مجموعة خيارات: مركز للبحوث العلمية، أم جامعة، أم منشأة سياحية، أم مصنع، أم حديقة عامة. إذا من أكثر يعني أهمية لهذه المنطقة من هؤلاء الاختيارات؟ الجامعة طبعا، النسبة كبيرة منهم في الجامعة، فنخدمهم ونطور الجامعة أكثر. اقترح منشأة سياحية لهذه المنطقة. المنطقة موجودة على البحر ومناخها جميل جدا، إذا هل يا ترى السياحة فعالة فيها؟ نعم سفعالة. إذا اقترح منشأة سياحية لهذه المنطقة. عفوا، سؤال سابق: ما هي أهم المنشأتين برأيك؟ إذا أهم منشأتين هي السياحة، منشأة سياحية، والجامعة، طبعا حسب الاقتراحات التي تمت منذ قليل من الهيئة. طيب اقترح منشأة سياحية لهذه المنطقة. فينا نقول مجمع فنادق أو حتى شاليهات، لأن المنطقة موجودة على البحر. واقترح منشآت أخرى تساعد على تنمية المنطقة. يمكن أن نقترح مثلا معمل لصناعة المربيات، أو براد لحفظ الفواكه طبعا لأن المنطقة فيها أشجار مثمرة، أو ربما ميناء تجاري لأنها على البحر المتوسط. السؤال التالي: ألاحظ انخفاض العمر الوسطي للسكان في سوريا، برأيك ما أسباب انخفاض العمر الوسطي للسكان في سوريا مقارنة بدول أخرى؟ ربما تدني مستوى المعيشة، هذا إحدى الأسباب. أيضا انخفاض مستوى الرعاية الصحية، أو زيادة الضغوطات الاجتماعية على الإنسان. الآن فكر في الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة لحل هذه المشكلة. أهم الإجراءات هي زيادة الإنفاق على قطاع الصحة، كزيادة التجهيزات الطبية أو حتى زيادة المنشآت الصحية في المناطق. الآن عزيزي الطالب، استنتج أن الجغرافيا السكانية ماذا ما هو تعريفها؟ الجغرافيا السكانية هي فرع من فروع الجغرافيا البشرية، تدرس العلاقات القائمة بين السكان أو الإنسان، بين السكان والبيئة. وأيضا هي العلم الذي يهتم بدراسة حجم وخصائص السكان من حيث البنى العمرانية والبنى العمرية والنوعية والاجتماعية. الآن أفكر في مجموعتي: الفئة العمرية الذين أعمارهم فوق 65 عاما، نسبتهم تقريبا 4%، وتعد فئة مستهلكة في البلد. ما هو المشروع الذي يساعد هذه الفئة لتصبح منتجة ونستفيد من خيراتها؟ الإدارة. إذا إدارة المؤسسات والشركات والمصانع، لماذا؟ لنستفيد من خبرتهم العلمية في كافة المجالات. والإدارة هي عامل مهم في نجاح وتطور أي مشروع. وهنا أعزائي الطلبة أكون قد انتهيت من درسي لهذا اليوم. أتمنى أن أكون قد وفقت في إعطاء المعلومات واستمتعتم بالمشاهدة. نلقاكم إن شاء الله بدرس لاحق. إلى اللقاء.